ماما الحمد لله علاش خليت معايا ماما شاهد على هادشي كل بحال اختك الضعيفه الله طيمان كان اهلا وسهلا الناس الحباب الزوينين شخباركم صحه ديالكم مزيان نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا كاملين بخير وعلى خير كيف كتشوفوا اليوم المقدمه بوحدي معايا حتى شي واحد لانه اصلا الفيديو اليوم غادي نكون بوحدي ماشي بوحدي في واحد الحاجه غادي نقول لكم ما بغيتش نطول المقدمه لانه انا بوحدي وكتعرفوني كنكون بوحدي كنكون مرتبك شويه لانه ما كيكون اي واحد مع الطرف الثاني كيكون زعيم شويه المهم ولهذا غادي نقول لكم اليوم ان شاء الله عارضه على الحباب لعائلتي لخوتي وماما وبالمناسبه عارضه على سكينه جيت تفطر معنا عارضه على الوالدين ديالنا واخا في قلب الدار قلت لهم خرجوا انا اليوم راني غادي نوجد الفطور وميم طوع عرضت على العائله ديال راجل اختي هادشي اللي كاين المهم اخوتي كيف كتشوفوني مرتبكه ان شاء الله غادي نوجد لكم الشهيوات ديال فائزه قبلوا عليا وقلت لهم صافي نتوما خرجوا من الدار وخليوني انا بوحدي نسقاو هذا جات الام ديالي قالت لي لا الدار وهذا نبقى معاك وهذا قلت لها بقاي معايا قاسه ولكن ما ديري والو غتخليني انا ندير كلشي ياك ماما صافي توافقت باش تبقى معانا وهما مشاو يدورو قالوا لك على ما كي على ما سمعت يمشيو حدا البحر يشموا الهواء هادشي اللي فهمتو هذا المهم قلت لهم خويا وليا الدار نبقى بوحدي هادشي اللي كاين اخوتي خليكم معايا غادي نمشي نتقدى شي حاجه اللي على قد الحال وهذا المهم قبلوا عليا على اللي وجد ومن بعد غادي ندخل الكوزينه وغادي نوريكم حاجه بحاجه ان شاء الله اللي غادي نوجد وفي الاخر ديال التعارف قولوا لي واش انا عندك زعما على ما كنظن انا راه حادكه المهم خليوها لي في التعليق كنحبكم بزاف كنموت عليكم نوح عليكم خليكم معنا وكنحماق عليكم باي باي فوالا الحباب انا مشيت تقديت والمسائل وهذا ايوا دابا غادي نمشي باش نكمل الطيابات اللي بديت وخليكم معايا وكنحبكم بزاف ونتمنى من الله هادشي اللي كندير يعجبهم داكشي على قد الحال والحمد لله قبلوا على ما وجد المهم تشوفوا حداك جدي تاع انا يلا خليكم معايا اخوتي كنحبكم ليتس جو فوالا الحباب ديالي من بعد ما جيت من الصخره دابا غادي نقطع لي في خوي خليت هذا بحال هكا المهم بغيت نوريكم والو شنو خديت الصراحه حتى تشوفوا شنو وجدت اللي وجدت غادي نوريها لكم اللي وجدت غادي نوريها لكم بحال هكا غادي نحاول نستغل الوقت ديال التصوير والوقت ديال التوجد يعني ما يمكنش نبقى شاده انا التليفون وكنهضر ما يمكنش يلا خليكم معايا اخوتي اللي وجدتها غادي ماما ما كدير لي والو راه غير واقفه ماما لا والو لا تبارك الله عليها الله يرضى عليها ديك الشيء غزال صوبتنا خليكم معنا اخوتي اللي وجدتو كامله غادي نوريها لكم باب كنقي دابا الديسير باش نديرو في هاد اللعيبات اللي جبت المهم خليكم معايا بما شفتو فينال ايوا يا الحباب انا وجدت بيتزا دابا وغنخشيهم شويه في الفران حتى شويه ونخشيهم في الفران هذاك الشيء كيشهي ياك اما يمسي الله يا بنيتي الله مال غزال غزال الله يحفظك ليا وين تجي دابا ماما اللي غادي دير هي ديك الزلافه ديال اللي في خوي بالكريم باتيسيير والاتاويش داكشي الخطير ايوا قلتها صوبيه واخا ما كنت بغيتها دير والو الصراحه ولكن لا انت مهمتك معاك شفتي كتصوب هنا وهاد اللعبه ديك خباتيسير وخليكم معنا انا الحباب صوبت لابوري بالتقطعات ديال الدجاج والفرماج من الفوق واللعيبات ايوا هذا مكان دابا كنصوب الدجاج بلا موطارد تيكمل ان شاء الله حتى هو نصفو ونوري لكم خليكم معايا فوالا الحباب هادي الدجاج بلا موطارد اللي معروفه بها واللي ديما كنطيبها وكتعجبكم ودرت فيها الفرماج حمر حتى هي وسميتها الحباب ديالي بيناتنا اقسم بالله العلي العظيم الله يسمح لينا من حق الوالدين يوميا كيدخلوا الكوزينه وكيديروا ويفعلوا هذا كنعاون ماما ماشي ما كنعاونش كتجوزت درت داري قمت بالواجب كتكون عندك مسؤوليه اللي غير مني كتكون بوحدك ولكن راه فريمون الله يحسن العوان
باش تقول ماما راه عندها 1000 معنى، 1000 معنى، راه ماشي اجي نقول ماما عندها 1000 معنى، شحال ديال التضحيات، شحال ديال بزاف ديال الامور. الله يخلينا حتى الاباء ديالنا اللي حتى هما كيتقداو ويمشيو يخدموا في تمارا ويجيو هذا، الله يخليكم لينا كاملين، ما نساوش شحال تعبوا علينا وشحال قاوموا وشحال بزاف ديال الامور كبرونا. ماشي حتى بنادم تيدير الكتاف وكيولي يخدم ويشد الخلصه ديالو ويقول انا قد براسي ويدير ويفعل وهذا صافي. لا لا ولد الناس ولا بنت الناس، ما تنسايش ملي كنتي صغيره شكون كان عزك وشكون كان واقف معاك وبزاف ديال الامور. فوالا هذه نصيحه صغيره في هذا الفيديو، لانه ديما كنقولها مع عمري ما كنحكم على شي دومين بلا ما نجي بلا ما نجربو. ابسط الحوايج كنشوف شمعه كنقول سهله، ولكن ملي جينا كنصوبوا الشمعه راه جاتني صعيبه، راه صعيبه، راه ما يمكنش. هذه نصيحه لكم، ما عمركم تقولوا سهله، كلمه سهله قولوها حتى تجربوها، الا جربتوها لقيتوها سهله من حقكم تقولوا سهله. خليكم معنا نرجع للكوزينه. دابا بديت نوجد نفطروا تما، قررت باش نفطروا في هذاك الصالون باش اللي جا يجلس هنا يتفرج في الكوزينه وداك يتفرج في التلفازه ما ديوش عليا. صافي دخلت حاولت ندير هاد الطبله الصغيره ندير فيها الكرواسه والعواصير واتاي وهذا، وتما يجلسوا الناس. نتمنى ما يحشمنيش الله، كنحبكم وكنبغيكم، خليكم معايا ولي عزيز عليه راه حتى انا كنبغيه وما حالكم، خليكم معايا. فوالا الحباب، انا بديت تنستفد دابا الطبله. بغيت قبل ما نوريكم الطبله بغيت نقول لكم باللي حاولت مني بدا رمضان وحنا كنديروا الحريره صوبة هذيك البيسار وداكشي، بغيت نحيد من داكشي انا كاع ونحاول ندير هكا هكا ديال هادي ديال ديف خوي اللي ديجا صوبت ماما وقلت ليها قلت لها انتي صوبيها وبالكريم باتيسير سكر وسكر صافي كتحط فيها اللي فخوي اللي بغيتي. حاولت نبدل بحال هكا صافي، لانه كاين بزاف ديال الاشياء اللي صوبت، ونتمنى الطبله ديالي تعجبكم شي اللي كاين. وراني حادقه حتى عجبتني الطبله جاني الجوع. يلا خلشي خليكم معايا بما تنكمل الطبله كامله وندير لكم واحد شويه ديال السينيماتيك تشوفوا داكشي واش مزيان ولا لا، ومن بعد اللي بغاني دابا غادي خليوني نقول لكم من بعد اللي عجباتو شي حاجه ويقولها لي في الادرلي في لي كومونتير ويدوز عندي الانستغرام نقول له الوصفات. حسيت براسي مشهوره وكنطيب مزيان، ولكن اي واحد كيدير داكشي اللي قسم له الله واللي عرفو. يلا خليكم معايا ما نطولش معكم بما كمل الطبله ونوريكم وحاليكم. فوالا الحباب، انا وجدت الطبيله ديالي ها هي، وباقي مسمن وداكشي راه كيتصوب حتى تودن. بقات واحد 3 دقائق بحال هكاك وما دي. اهلا 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 اهلا، واخيرا جات وحده فيهم. واش جيت انت الاولى؟ مرحبا. فين لاباس عليك؟ شخبار صحيحة عمرانية؟ كي جاتك دايري لاباس عليك؟ كي جاتك هدر لي داكشي خاطر. لا ما عرفتيش تقول داكشي خاطر او كيأذن ماما. شكون؟ طيبة انت اللي مطيبة. ومالا ماما قول لها جاوبي شو كيأذن اخوتي. ماما فين هو البغرير وداكشي؟ كلشي دارته هي، باقي البغرير ومسمن تيجي باقي العسل ومسمن. الله يحفظك. الخوت بعدا نوريكم الطبله. تصاوبش هادو المعمر، تصاوبش هادو المعمر. شنو صوبتي فائزه؟ بلاتي سيداتي ساداتي الكرام، اقدم لكم ماذا فعلت اليوم. فعلت البطبوط معمر بالروز والمايس والطون والاتاويش داكشي. هذه لا بيغي بالبطاطا اللي فيها لا داند فخوماج، وهذه لا موطارد بالدجاج ولاصوص بيشاميل وداكشي. هذه اللي كاين، وهذه بيتزات هنايا صوبتهم، وهذا بلاتي نوريه لكم. هادو سميتهم هادو لي طارت فيهم الفواكه. اجي هادو اخوتي سردين، هذا طاجين ديال الكفته بالبيض واللي معروفه بي انا وداكشي بمطيشه وهذا. وهنايا شادنا فائزه، وهنا البريوات ديال الكروفيت وبريوات ديال 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 الكفته كفته.
وهادو لي صالات خوي. هذه الطبيله كي جات كدير لي لقيت بعد لي صونا حتي من قبل انا يدي بوحدي عييت بزاف ونتمنى وهذا البوفتيك كوتليت كوتليت وبوفتيك المهم دابا غادي ندوزو للعواصر اخوتي خليكم معنا بما مشينا للطبله الاخرى سفيان جيتي مع الورده حتى جيتي مع الورده ما فهمتش حتى قرب الاذان عاد تجي واش خايفين من خمال الطبله ولا توجد الطبله شي خاطئ لا غليت انت اللي وجدتي ماما الحمد لله علاش خليت معي ماما شاهد على هادشي ماما قول له لا تبارك الله عليها كلشي اه علاش السبب الوحيد سكينه صدمتك حتى صدماتني يلا دابا خليكم معايا اخوتي بما ان شاء الله دابا كبيت العشاء الدن ولا باقي ما ادنش مازال باذن دابا كيودن ماما ما كتسمع واش كيودن انت جيت الدقيقه 90 لا بلاتي سفيان واش كيودن التلفازه ما كيودنش في التلفازه سفيان لا برا اتفقنا عليه والله ما تودن خليني ان شاء الله تبدا بلا دقيقه وهادو مالو ما جاو خذ تمر بيضة خوتي كنكتشف انا ما على باليش في كنكتشف باللي بابا راه باقي ما جاش لحد الان الله يستر وصافي مشى للحمام داكشي علاش كنكتشف ما بقاش غيق في القيقة قالت الحمام انا قالوا لي غادي يمشيو قدام البحر وداكشي حتى جا سفيان وداكشي ويقول لي باللي راه مشى كان كيتريني وبابا مشى للحمام ايوا هذا ما كان اخوتي مشيت درت شويه السبور قالوا لي درتي الكاس وغلاضيتي كل بحال اختك ضعيفه لا طيمان كان ما كتضحك على نتايا مالا اختي طيمان كان شوف وصعوا ما في يدي شو شحال انا ثقيله خفيفه خفيفه اخوتي يلا اخوتي خليكم معنا بما جونس جا سي طاري الحمد لله بابا تخلعنا عليك وحسبنا القرقرة خيلة هادي اول الحمام كامل ناكا من السيد فايز السلام عليكم بغيتي الخدين ديال ديك العشوية ديال داك سلامتكم سلامتكم الله يلا بسلامتكم جاتك الطبيلة نويدي الله يحفظها والله ينجيها وتبارك الله عيش عيش من احسن الطبيلات اللي عيا بابا عيا عارف بديت بالصحة والراحة شي خاطر لالا لالا مولاتي كلها حبيبة ديالي وانا يا عزك قبيلة وما عرضوش عليا دابا نص ساعة باش باش ديالينا حالة وخلاوناش ناكلو قال لك نتاكلوش ما عرفتش الطبلة حطانا ما عرفتش تمثل كون درتيها من الاول الفالح اجي عيط لهم بابا ولا غادي ناكلو ما نقدر والله العظيم الا حشومه بالله جلوه داتي من الصباح وانا فايقه السلام عليكم الصباح وانتم تعطلتوا تعطلتوا بقيت قابله حتى شي حاجه والله والله داكشي خطير مرحبا والله الا داز على وجهك على وجهك داز السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم خاصكم شي ضيافه ميمه مرحبا اجي ايمان ايمان رجعتوا لينا الصيف شي ناس ما يوصلوش شي حاجه خطيره لا 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 عرفتيني شي خاطر حبيتي ناكل من دابا صاحبتي والله انا فرحاتني فرحاتني كترجعوا لينا في الصيف اللي تعطلنا عليكم ماشي انا ماشي انا فين خالتي فين خالتي السلام عليكم كترجع لنا الصيف تنتي لاباس عليك هيا على بخيخي جات معاكم هيا هيا اهلا لاباس عليك صحيحة خالتي الحبيبه لاباس عليك العظيم الا تعطلت لاباس عليك كلشي بخير مرحبا بخليك مرحبا بانت فيكم بانت فيكم بانت فيكم طاهر اللي كيصلي صحيح مسكين صحيح علاش عطلتي علينا صحيح علاش عطلتي بغيتي يلا بغيتي اللي عطلتيهم سفيان قد بلاصه لهذا شي بخير اهلا وسهلا تقمعتي يا فيس لاباس عليك كي داير شويه ماماتي كلشي تيقول لي غريبه راه ما فهمتش علاش تقولوا بحال هكا يلا راه حاولي
ملي شديته فصلته انا يا زول. تبارك الله عليك يا فايزه، تبارك الله عليك. اللهم اني لك الصمت على رزقك افطرت وبك امنت وعليك توكلت ذهب الطماء وابتليت العرب وتبك الرزق ان شاء الله. يلا حيدوا لنا خليونا ناكلوا. اصبحناكم فطر قلنا رمضان كريم. تبارك الله عليكم. انا الحباب من بعد ما سالينا الفطور وكلشي شكل لي الفطور ديالي وبقال لك نتوما اللي تشوفوا كيفاش شفتوا خساركم كنتوا كاملين تاكلوا معنا بسلامتكم علينا ومرحبا بكم. ما بقى والو ان شاء الله وندير واحد العراض انا وسفيان واللي بغى يجي مرحبا به في اي مدينه في اي دوله في اي واحد اي بلاصه بغى يجي يجي. طبعا منين نكملوا 500000 ابوني غادي نقروا النهار اللي غادي نقول لكم فيه طبعا قبل في الفيديو اللي خلى غادي نديروه ان شاء الله باش نعلموكم وتوجدوا ليه واللي بغى يجي مرحبا به. واخوتي اش غنقول لكم لا غليودا صدماتنا كي جاتكم طويله تبارك الله على داكشي كامل بزاف تبارك الله على زوينه. وانا عتمي تحنا الوالده شويه ماما ما تعبتكش اليوم ياك حدو هي صوبت هذيك حق هذيك الجبابنات وما اشكم قلتي زبانه بغات شكرا لكم بزاف وان شاء الله ما تنساوش تابونا وتبارطاجي واللي بغى شي حاجه يدوز عند الانستغرام نوري الوصفات يجي عند اخوتي يدوزوا عند الانستغرام. انت شنو تقول لهم هضرت لهم على الوصفات انا نقول لكم الوصفات دوزوا عندي انا ما تدوزوا شيء عندهم هما دوزوا عندي مرحبا بكم. يلاه صافي غينساونا منين دوات هكا دابا. المهم اخوتي تبارك الله عليكم داكشي كان زوين بزاف الحلقه القادمه ان شاء الله. باي باي يلاه اخوتي كنبغيوكم بزاف ونحي عليكم. باي باي.